لم يعد استخراج المياه الجوفية مكلفا في جنوب أفغانستان، وقد وجد هؤلاء المزارعون في الطاقة الشمسية بديلا من مولدات الكهرباء التي تعمل بالوقود، فهم لا يحتاجون إلى أكثر من هذه الوحدة من الألواح الشمسية لإنقاذ مساحات زراعية شاسعة من التصحر، وبتكلفة تأسيسية تقدر بنحو 2000 دولار. لو لم نتمكن من الحصول على الطاقة الشمسية لجفت الأرض، لأن الري بالمحركات التي تعمل بالوقود مكلف جدا، ولم نعد بحاجة إلى دفع تكاليف تشغيلية. فنيون يضعون اللمسات الأخيرة لتشغيل وحدة طاقة شمسية منزلية، يقولون إنهم ركبوا آلافا مثلها خلال 5 سنوات فقط، وإن نحو 80% من سكان قندهار باتوا يعتمدون على الطاقة الشمسية كليا أو رديفا للشبكة الحكومية المتقطعة. قدرة هذه المحطة 20 كيلو وات، ولكن بسبب المشكلة الاقتصادية فإن الناس يكتفون بوحدات تنتج من كيلو إلى 5 كيلو وات لتشغيل الأجهزة المنزلية الأساسية فقط. الاستثمار في الطاقة الشمسية واعد في رأي خبراء الطاقة، نظرا إلى توافر الشمس في جنوب أفغانستان لأكثر من 300 يوم في السنة، وقد استفادت منه شركات تركية وهندية لمساعدة الشبكة الحكومية التي تعتمد على الطاقة الكهرومائية أو الحرارية. نعتمد حاليا على الاستثمار الأجنبي في مجال الطاقة الشمسية، وأتوقع أن يقدم المستثمرون المحليون عليها عندما يدركون أهميتها، لأن الطاقة الشمسية هي طاقة المستقبل. إنارة على مدار الساعة وبتكلفة تشغيلية تقترب من الصفر، حلم تحقق في شوارع قندهار التي تستمد نورها ليلا من أشعة الشمس نهارا، وقد أصبحت الطاقة الشمسية رديفا حيويا لشبكة الكهرباء الحكومية. ربما لم يعرف كثير من الأفغان أهمية التنمية المستدامة، لكن الحاجة حولت أفغانستان في غضون سنوات إلى إحدى أبرز الدول اعتماداً على الطاقة الشمسية. سامر علاوي، الجزيرة، قندهار.